ابو رحيم يطلعون هنا. جزاك الله خير على هالتطور معالي الشيخ. ما شاء الله بسم الله وعلى بركة الله. طال عمرك خادم الحرمين ولي عهده وجزاهم الله خيرا. يلا بسم الله. ولي عهده الأمين على هذه الرعاية الجليلة والعناية الفائقة بالحرمين الشريفين وبكسوة الكعبة على سبيل الخصوص. هذه الكسوة من خلال هذا المجمع العريق والصرح العملاق تعمل فيها أيدي سعودية وتطرز الكسوة وتعدها لمثل هذا اليوم أبناء المملكة العربية السعودية. وهذه الحقيقة قوة ناعمة تتحقق فيها من خلال هذه الأعمال الجليلة الريادة للمملكة العربية السعودية، وهي تعنى بهذه الكسوة وبخدمة الحرمين الشريفين، وتعد الحقيقة الكسوة أحد منظومة الخدمات التي تقدم في الحرمين الشريفين لخدمة الكعبة وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين. مناسبة إسلامية رمزية عالمية، ديننا دين الاجتماع والرحمة والأمن والسلام. هذه رسالة نقدمها للعالم في التسامح وفي الحوار وفي القيم النبيلة، وأيضا المسلمين في اجتماع كلمتهم والتفافهم حول هذه الكعبة المشرفة، لا سيما في ما يعيشون من تحديات. المملكة العربية السعودية لها الريادة في خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان. هذا المجمع مفخرة للمملكة العربية. بسم الله ما شاء الله. تمام القوة. أيض الله وجهكم. شكرا. أنتم فخرنا واعتزازنا. والتقدير والامتنان لقيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين، جزاهم الله خيرا على هذه المفخرة والمأثرة في تركيب كسوة الكعبة الجديدة لعام 1400. بسم الله.
تجهيز ونقل كسوة كعبة المشرفة من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة كعبة المشرفة إلى المسجد الحرام، وتتم هذه المرحلة عن طريق نقل بشاحنات مخصصة لذلك، ويتم استقبال كسوة كعبة المشرفة في أطراف ساحات المسجد الحرام ووضع الكسوة على مقطورة أو عربات مخصصة لنقلها إلى الكعبة المشرفة. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي التي نقوم بها الآن، وهي إنزال الثوب الجديد وتبديل أو إنزال الكسوة القديمة تزامنا
بحيث انه يعني لما يتداخل الاعمال مع بعض ذلك، ثم يتم خياطة اطراف الكعبة المشرفة وكذلك تركيب المذهبات وستارة باب الكعبة ووزن الثوب بعد تركيب جميع اجزائه. يتم هذا العمل عن طريق 178 صانع الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة لهذا الغرض. يتم استخدام ما يقارب 7 رافعات استعدادا، يعني تتم هذه المرحلة الأخيرة ما يقارب 8 ساعات لظهور كسوة الكعبة في أبهى حلة بعد لباسها بالثوب الجديد.